الحمد لله طبعا، بس برضه يعني انا لما الاقي فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك وعندي مشاكل في الناحيه الهجوميه بالعجز الكبير جدا اللي موجود عندي واقدر عليك النهارده واحرز هدفين في نادي الزمالك، يعني مش عارف بصراحه، يعني حاجات اخطاء ساذجه جدا جدا ما ينفعش ان هي تتعمل مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك، ما ينفعش. بس في الاول والاخر بقول الحمد لله اللعيبه ادوا اللي عليهم، حاولنا بعد ما احرزنا الهدف الثاني ان نقفل الملعب، غيرت الطريقه من 5 4 1 على اساس ان انا اقفل خالص الخطوط الكور العرضيه والخطوره من في ال 18، لكن الحمد لله. بس انا شاكك برضو ان الجون الثالث فاور قبل ما تحرز الهدف فاور لينا، فمش عارف بصراحه يعني اللي هنفضل كده لغايه امتى، مش عارف. كابتن ايمن، قله الخبره كانت سبب الهزيمه النهارده؟ لا والله مش قله خبره، بس اللعيبه دي معظمها لعب دوري ممتاز. انا دايما بتكلم على اللعيبه بقول لهم يا جماعه الماتشات دي ثقه، طول ما عندك ثقه هتقدر تأدي بشكل كويس. انسى انك انت بتلعب مين، انسى وهم مجرد برضو نفس القصه بتاعه الماتشات الثانيه، مجرد ان انا نسيت بلعب مين قدرت احرز هدف التعادل، برغم ان احنا كنا الاخطر. احنا جيب نادي طنطا في موقف صعب، والله مش صعب طبعا، اكبر نادي في مصر، لكن في الاول والاخر هتلاعبهم كده كده هتلاعبهم، فالمشكله بالنسبه لك المواجهه كده كده هي المشكله ان هم ماتشين ورا بعض، لكن في الاول والاخر هتواجههم. فاحنا اشتغلنا الماتش كويس، عندنا عجز كبير جدا في الفرقه النهارده برضو، لما تيجي في اول نص ساعه تغيير اضطراري وبرضو تغير طريقه لعبك من 4 3 3 ل 4 2 3 1 والفرقه ما تتغيرش وما تتهزش، دي حاجات برضو تتحسب للعيبه الرجاله وتتحسب لجهاز الفني.